السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمام يا بنات فيه مشاكل كبيرة جدا، وفي شطة ماشية دلوقتي، والحمام اما بيقطع بيض بيبقى بيخسر صاحبه. لا منك قادرة تكملي معاه لانه بياكل بغض النظر هو بيبيض ولا ما بيبيضش، هو ملوش دعوة بياكل. فايه يعني احنا مع بعض، انا كنت بعمل خلطات وجبت له دواء من عند البيطري، قلت له الحمام قطع بيض، قال لي يا فيروس يا ديدان. لو فيروس طبعا لازم له دواء مضاد حيوي، لو ديدان احنا كنا بنحط الشيش والشيح وحاجات كتيره للديدان وماشيين فيها مع بعض ومش قطعاها عامه يعني. المهم ففي دكتوره صاحبتي فبسالها، قالت لي ايه؟ قالت لي بلاش خلطه الحمام اللي بتنشري من بره اللي فيها رز. ليه بقى؟ قالت الرز يخلي لك حتى لو باض هيطلع البيض بتاعه فاضي، وبيبقى عليها البودره. يعني لو بتمسكي خلطه الحمام وتفركها بين ايديكي بودره، قالت البودره دي تعمل لهم تسمم بهدلهم الدنيا. هو عامه يعني ايه، انت بتحاولي تستنضفي لان خلطه الحمام فيها انواع كتير جدا جدا جدا. يعني هتلاقي شكاير جنب بعضها كل شكاره فيها مكونات، بتجيب الحاجه اللي حبيباتها صحيحه، يعني حبه الرز ما حبه السك الذره الاصفر ما تبقاش متكسره، وكمان ما تبقاش ايه فيها بودره صفر خلاص. وطيب دلوقتي ممكن يكون في حاجه اسباب كتيره ان الحمام يقطع معاكي بيض خلاص، ممكن يكون ديدان فيروس وعداهم كلهم مع بعض. طبعا قله النظافه ديت، بس هنضف اليومين دول ان شاء الله باذن الله. قله النظافه طبعا تجيب لهم ميكروبات وتجيب لهم حاجات مش كويسه، وبعدين تربيه الطيور عايزه نظافه، فان شاء الله ننضفهم، هنضفها وارشها واوريكم التعقيد بتاع الاوضه سهل جدا. المهم دلوقتي جبنا لهم ايه بقى؟ انا قلت مش هعمل لهم خلط، هعمل ايه؟ ده دور عويجي. ايه الدور العويجي ده؟ الدور العويجي ده بيحمي الحمام. يعني انا مش هنعمل لهم خلطات، مش هنجيب دره اصفر على دره ابيض على فول على الكلام ده كله، لا هامشيهم مؤقتا وكميه صغيره. يعني كميه صغيره يعني كل حمامه تاكل حاجه شويه صغيرين، بحيث ان هم لو عندهم دهون عندهم اي حاجه تسيح، ما يبقاش نسبه الاكل كبيره عليهم، لان الحمام احنا عايزينه طول الوقت خفيف وطول الوقت يشتغل. طيب لو احنا قصرنا معاهم في الاكل مش هيعمل لك عنقود بيض، فانت وزن الموضوع. هم عايزين حبوب نظيفه بس مش بكميات كبيره على ما يبتدوا يبيضوا ان شاء الله. والميه بتاعتهم طبعا انا ما طلعتلهمش امبارح، فهغسل لهم الميه، وتعالي هنشوف ايه هنحطوا ايه مع الميه. الوصفه دي انا جايباها وهنعملها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل التحديق مع بعض يا بنات. التحديق ده مهم جدا جدا جدا. اهو الذره العوجه، اهو الذره العوجه في انواع كتيره، ده الكيلو من ده بسبعه. في انواع كتيره منه زي الذره الاصفر، في انواع وكل حاجه فيها انواع ولها اسعار مختلفه. يعني الكيلو من ده بسبعه اهو. هغسل الميه وتيجي نشوف هنحط فيها ايه مع بعض. طبعا لازم يبقى معاكي تعملي شطه وتعملي شيح والحاجات دي احنا بنعملها مع بعض. انا بسم الله ما شاء الله معايا حوالي 20 جوز حمام. لو ما الشمس ما بتخشش زي كده او ما بتطلعيش الحمام بره، لازم له تحديق. تحديق التحديق ده هنعمله، ده عباره عن املاح. لو كان في واحده بتقول لي انا البط بتاعي بياكل الاسمنت بتاع الحيطه، ده يعتبر تحديق. يعني ايه تحديق؟ بيدور على املاح، ناقصه املاح، بيبقى ملح اكل. اشرب بيض هنعمله مع بعض، ده سهل جدا جدا. وده سواء الحاجه بتطير جوه بتطير بره، الحاجه بتبيض، حاجه تسمين، اي حاجه، فتلاقيها تشتغل معاك ان شاء الله بسرعه. هغسل بقى ده كده واجي اوريكم هنحط ايه في الايه، هنحط في الميه ايه. الدكتوره البيطري قالت لي ايه؟ طبعا انا قايله لكم قبل كده ما نحطش علقه بكميات كبيره، لان العلقه بتسمنه وبتخليه بيضه مروق، بيضه فاضي يعني ما يبقاش فيه كسر. فاحنا هنعمل ايه؟ هخفف له الاكل بحيث ان كل حمامه تاخد شويه صغيرين بس يكفوها كده، وننضف الميه ونيجي نشوف هنعمل ايه. غسلت الحاجه وحطيتها في الشمس، انا مش شايفه طبعا الدنيا ضاربه النور، ضرب شمس ضربه. لما يبقى في فرصه للشمس لازم يبقى عندك الحمام بتاعك والطيور بتاعتك متعرضه للشمس، حتى لو فراخ بيضه. في ناس بتقول لك الفراخ البيضه ما نعرضهاش، ما تعرضهاش ازاي يعني؟ طيب الدكتوره البيطري قالت لي ايه؟ حاسب الكلوركس ابيض اهو، انا لسه جايباه دلوقتي، وتحطي لهم عليه يعني سنتي حته صغيره خالص لمده 4 ايام اهو.
مش هكتر. قالك الكلور بيطرد الديدان اللي في بطنهم، لو المشكله في الديدان هيطرد الديدان اللي في بطنهم وينضف لهم جفهم لو المشكله في كده، ومطهر عام طبعا. ولما اجي انضف اما نيجي ننضف احاول انضف النهارده ان شاء الله، وعلق لهم كمان عدايات، وطول ما في شمس ان شاء الله باذن الله. لو انت عندك مشكله في بيطلع لك بيض طري او بيض برشت او كده، في عندي نوع كالسيوم جميل جدا، كانت الفراخ عندي مكسحه والبط مكسح، كيس واحد بس، هو غالي شويه الصراحه، بس ايه يعني انت اما بتبقي عارفه ان الحاجه بتنحط جميله وبتجيب نتيجه بتبقى حلوه جدا، احسن ما تقعدي تجيبي كل شويه ب6 جنيه وب12 جنيه 6 جنيه و12 جنيه بس كده. نشوفهم بقى وهم يطلعوا يشربوا، هم عطشانين دلوقتي، فحط لهم في الشمس، لازم يطلعوا في الشمس. انا حطيت الميه للحمام في الشمس طبعا، اهو هو مستغرب مكانها لان انا بحط له الميه جوه، اهو بيشرب ويستحمل طبعا. الحاجه المفتوحه ديت تتوقع ان هو يشرب ويستحمى فيه. الحمى بتاع الحمام في الميه ده جميل، بينضفهم ويشيل الدبانه اللي فيهم، ولو عندك جدري فلازم الميه للحمام، ولو لازم تحط لهم ميه، يعني تنضفي منطقه كده وتجيبي لهم طشت واسع وتروح حاطه فيه ميه وخلي تفاح. خلي التفاح جميل بينضفهم لك من بره، لو عندهم بدايات جدري في جلدهم من بره بينشفه جميل، وطبعا لما بيشربوا منه حلو بينضف الامعاء بتاعتهم والمصارين بتاعتهم. الحمام كائن ايه عايز نظافه طول الوقت، هما شايفيننا بنصوره فقاعدين بيتفرجوا علينا، فانا سايبه لهم الميه بره بقى يطلعوا يشربوا في الشمس ويستحموا في الميه.